عسلم عسلم سافا الحمد لله. انت توا شاب ما زلت معناها في مقتبل العمر وما زلت يعني باش تشوف الدنيا وما زلت زيدك حطيت ساقيك في الدنيا. بالنسبه ليك ما تنجم توصل معلومه لاصحابك الاولاد ولا سورتو خلينا في الاولاد من غير كلام زايده؟ ايه بالطبيعه يفهمها المعلومه كي توصلها له يفهمها. ما علاش نقولوا في الكلام الزايد الاولاد والبنات زيد راهو على خاطر هذيك كيف نقولوا وليت غريزه كيف خاطر من اليوم صغار وهم يسمعوا في الكلام الزايد وكل شيء وليت اقل رياكسيون كلمه زايد فهمت هكاك ولات الناس كل الكلام زايد بالبنات بالولاد نساء كبار كل واحد خلينا نصلحوا الكلمه باش برشا عباد ما تفهمش معناها كلام زايد الكلام البذيء كلام البذيء بالطبيعه وللي الله محمد رسول الله كيما قبيليك شفنا مراه هذيك كيف معناتها تمنيك على العبيد يا اخي رجعت ثبتهم بكلام زايد يعني هذيك هو الناس كل كيف مراحل فما العبيد تتكلم اما قدام العبيد اللي يبدا اصحاب بينات بعضهم اما في موضوع باش نحكيه عليه تاع نوصل المعلومه نوصل المعلومه تبدا بفائده تبدا ونوصلها باي طريق بالشويه بالقوي باي طريق ونحاولوا نتجنبوهم الكلام الزايد تحاول تتجنب الكلام البذيء اي كلام بذيء اما العبيد اللي تقول في الكلام البذيء ربي يهديهم العبيد تقول علاش تقول فيا اوكي ربي يهديهم هذيك حاجه نعرفوها راني قلت لك عليه كلام بذيء معناتها ولا الناس الكل يقولوا عليه تقول كلام بذيء انا الشبه شي الشبه شبه قدام عبيد اللي اما نبدا صحاب فهمني اش معناها شبه ومن بعد كمل فهمني شنو الكلمه بذيء شبه شنو الشبه معناتها قول معناتها بيناتنا اصحاب عاديه تصير هكايا كلام بيناتها بعض اما لله الله محمد رسول الله قدام العبيد مثلا عبيد كبار وواحد نقدروا غاديك كيما نحن في سوسه انا نبداو نحن في حومتنا في سويس غاديك نبداو في بيض بعضنا تربخ بالكلام البذيء اما يبدا واحد متعدي يقدر وكل شيء فهمت معناتها شو نقول لك انا عادي شكون يقول اكثر كلام بذيء البنات ولا الاولاد؟ والله حاليا نشوف البنات تقول اكثر من الاولاد اكثر من الاولاد وما نلومش عليهم البنات على خاطر برشا كلام زايد وكل شيء وما نلومش عليها شنو علاش؟ خاطر اللي يحكيو فيه اكثر من البنيه من الاخر راهي ما تقدرش العبيد كيما انا نشوف انا في السونتر فيل هنا كيفاش ترى؟ انت ساعات باس راك سمعت ما يقدروش ديما نسمع انا العبيد كل ولات تقول في اي ما يقدروش ولات حاجه روتو كيف نقولوها روتينيه ولا كيف حاجه معناتها كل يوم تصير معناتها وليت مش حاجه عيب مش غريبه معناها كي تسمع طفله اليوم تقول كلام بذيء اي ما عادش عيب طول يعني عادي جدا تلقى بحدا امه وابوها وتتكلم كلام زايد برشا عبيد يعني ولا رب هل موجود هذا اليوم؟ اي موجود امه وابوها تقول كلام بذيء اي ولا موجود برشا عبيد نشوفها تبدا كلام زايد على عجل والاولاد الاولاد والله يا ربي هاني نشوف فيهم العبيد هاني نشوف فيهم الناس الكل والله يقدر الناس الكل تقدر راني الوليد نخلط فيهم صحيح يتكلموا في كلام الزير اما نقد يبدا عبد كبير متعدي ولا واحد نقد فهمت بالنسبه للي ما يقدروش العبيد ويبداو فرحانين وكيقول كلمه يبدا يدس في كتفه وتقول دراش عمل والله نقول لك حاجه مش فرحانين ويدس في كتفه راي كلام الزيد مش فخر مش يبدا في بالك مش فخر حاجه عيب وحاجه قراف على الاخر فهمت ومعناتها ما يدزش كتافه المفروض يحشم ويهبط راسه اللوط شو نقول له ربي يهديهم وكا نفترضوا مثلا انت قاعد على روحك هكا وجيت طفله قدام قالت كلمه زايده هكا وجات في وجهك والله هذيا صارت مره ولد حومتي غادي كان في سوس اسمه غيث مريس صاحبي هذيا مره طفله متعديه قدام الليسيه قالت كلمه زايده والله ربي يشدها من الوحدة من هنا ويهبط أقل أحش طفلة ولات تبكي ومن وقتها بطلت ما عادش تقول كلمة زايدة تتعدى تشوفه وتحشم تمشي على روحها
ايش تحشم تشوفه خاطر كيفيه هو جبدها هكا وليت تبكي حشم من وقتها كل ما تشوفه وهو عنده اخواته كبار فهمت معروفين غاديك ملي تشوفه وليت تحشم تثبت راسه وتعدى في التوية تعاركت انت وطفلة قبل بنتي ديما نتعاركوا ديما سبك والله لا عمري تعاركت مع طفلة وسبت علاش خايفة منك ما نصور خافش الخوف كان من ربي بالطبيعة ليه ما عمرها لا سبتني بكلام زايد ولا موضوع هذا كيفاه كيما لهني انا نسكن في السيدة حسين وكل شيء وغاديك في حومتنا ما عمري معناتها كيفاه لهني عبيدة مخلطة فهمت عبيدة مخلطة لهني نتوقعها من اي طفلة تكلمني كلام زايد نتوقعها اما غاديك كلهم معناتها بنتصل وكل شيء وفهميش والله ربي انا غاديك في السيدة حسين اخذت فدليك والله خير من هني مش تقول هني لباسة وكل شيء غاديك عندهم شرف وكل شيء خير من هني باش تقول العبيد اللي تقول كلمة بدي والله يقول لهم ربي يهديكم باللي معناتها باش تطيحوا من كلام وكل شيء وتقدروا اللي أكبر منكم وواحد يقول لكم خير ودعاء خير وكل شيء هذه يقول لهم حاجة أخرى هذيك تقول هاني قلت لك أنا انصح طب انصح لي البنات ومن بعد تنصح لي البنات البنات طيب البنات راك انت ماكش كيما الطفل طفل عادي جدا سمعوا عبد يتكلم كلام زايد يبقى طفل هو اما الطفله معناتها كيف نقول لك طفله انثى لازم تستر تستر باي طريقه تستر ما عمري خاطر لا شفت انثى معناتها تستقوى على بدنها واحد وكلام زايد وضرب هذيك نشوفوا عند الاولاد والاولاد هما حتى كان قالوا كلمه يتحملوا مسؤوليتهم ويبقوا اولاد رجال يبقى اما البنية باش تيح قدرها وباش تمرمد خد بينات العبيد فهمت باش تولي عندها سمعة خايب هذيك باش تقول لها ربي يهديك وربي يهدي الناس الكل أمة محمد الكل انت متربية انا متربي عاقلة عاقل كيفاش نعرف اللي انت متربي وعاقل عاقل خاطر العبيد باش العبيد باش قول لي حاجة تبين اللي انت متربي وعاقل واخلاقك حميدة ساعة اخلاقك حميدة بالطبيعة عندك اخلاق؟ عندي اخلاق. ها؟ انت شفتي حاجة عيب مني؟ لا ما ريتش، نسأل فيك انا. انا نقدر الطفلة ونقدر الطفل ونقدر الراجل الكبير والمرأة الكبيرة. فهمت؟ يقولوا فيه على الشباب غلط. غلط. الشباب توا اخلاقهم ما عادش باهية وكلهم ولاو. اسمعني في كل بلايص فما الباهي وفما الخايب راه. فماش معناتها حتى لهنا انا حكيت لك موضوع نحن في شارع حبيب بورقيبة في سونتر فيير. في البلايص هذيا فيها البي وفيها الخاي الناس كل فيهم البي وفيهم الخاي فهمت ميرسي يعطيك الصحة ميرسي بوكو